تأتي مشاكل حياتنا من ثلاثة أسباب رئيسية: الحسد، وهو دافع سلبي ينشأ من رغبة البعض في زوال ما يتمتع به الآخرون، الذنوب، وهي الأفعال التي تخالف تعاليم الله تعالى، الابتلاء، وهو اختبار من الله تعالى يقدر به إيمان العبد وصبره، ولا ينجو من هذه المشاكل أحد من البشر. ولكن يمكننا التغلب على كل منها بطرق مختلفة. أولاً، معالجة الحسد، الحرص على تلاوة أذكار الصباح والمساء، التحصن بالله تعالى من شر الحاسدين، عدم الالتفات إلى أقوال الناس، الثقة بالنفس والتفاؤل. ثانياً، معالجة الذنوب، الإكثار من الاستغفار والتوبة، الالتزام بالواجبات الدينية، فعل الخيرات، التصدق. ثالثاً، التعامل مع الابتلاء، الصبر الجميل، التوكل على الله تعالى، التسليم لقضاء الله وقدره، البحث عن العبر والعظات في الابتلاء. وبالتالي فإن التركيز على معالجة أسباب المشاكل الثلاثة يخفف من عبء الحياة ويسهل التعامل معها. فمع تلاوة أذكار الصباح والمساء والإكثار من الاستغفار والتوبة، الصبر الجميل، تصبح مشاكلنا بسيطه بإذن الله تعالى. لا تنسى مشاركة الفيديو وجعلها في ميزان حسناتك، ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي.